مش هي رجل دخلها هنا، خد بالك. نخبة ايه يا الخميس ده؟ دي حتة لبش. ده ممكن الحكومة تكبس علينا في أي لحظة. الحكومة تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شوق. شوق دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بأمر المعلمة ضاوية. وانا لما سألت الحاجة ضاوية قالت لي ان هي كانت جوازت مصلحة وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربة قطمت وسط النوح. سلام عليكم يا رجالة، زي ما انتوا زي ما انتوا. اقعد يا رجل. ضربة قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبة البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقة النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح. كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصة درجة ثالثة. غازية يعني. بس كانت ب 100 رقاصة. وفي يوم كان في فرح كبير في الحتة يخص واحد من حبايب الكل. بجاش كان في توت الفرح وحامل فرقة. وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الآخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وبإشارة من معلمة ضاوية قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنية لرش أكتر. ومن يومها بقت زي النداهة اللي جذبته. والمعلمة ضاوية معرفتش تفك الشفرة. أسبابة مين؟ دلع سلامة يا بندينة. تعال عورت مكانك. أعرفك على أحلى الطيور. أسبابة عورت مكانك يا بندينة. أوف وش هنا أهو، هنا أهو الذبابة الملعونة وقفت فين؟ على الزجاجة. لا 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 فنششتوها. إزاي؟ فنشستوها. ايوه فطاره. ايوه انت مسمعك. بقول لك مكان النخبه. دورت مكانك يا فندين. دورت مكانك يا فندين. دلع السلام. السلام عليكم. ذكر زي ما انت رجاله. زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش يا زوز. قمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. يا ذبابة. أيوة يا فندم. بس على الرجالة ورص لنا حجرين. أنت لسه زي ما أنت يا مطافي. بس على الرجالة ورص لنا حجرين. من خيركم يا رجالة، سهرة عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. أنت عارف الحتة اللي طلعتها دي فيها قد إيه؟ ده إحنا ما صدقنا طلعناك. صدقني إيه؟ وأنت فاكر ده حشيش؟ أمال إيه؟ ده عجوة. مساء العجوة. شكرا يا ذبابة. بس البنت شو دي طلعت حكاية. طلعت بنت مطفلحة. مطفلحة؟ مطفلحة. مطفلحة يعني معقدة. يعني حاجة كده يعني. أديك سمعت الحدوتة كلها. خليك بقى معايا في الحدوتة بتاعتنا. أعمل إيه في البلوة اللي جابتها لي البت إياها؟ سعاد عليك مشكلة بجد يا خميس. مش عارف أعمل إيه. قال إيه هبقى أب لعيل في الحرام؟ ده أنا ما ينفعش أبقى أب في الحلال. طب وأنت عيبك إيه إنك تبقى أب في الحلال؟ بأمرت إيه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل إيه؟ مالكش فيه بقى، هو أكله بحلقة. أنا بس اللي مستغرب له إزاي أمي قامت لواحدة زي دي في بيتها؟ من إمتى ضاوية بتربي حية في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها دي. خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال البنات ام سامية دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون. دول حاجات كده للقعده والسهره الجديده. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائيه. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا. قوم اقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه.
يلا 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 جنبه جنبه اضرب ايدك فوق يلا يلا وشك الحيط يلا ارفع ايدك فوق يلا يتوب علينا ربنا واحد شوت من دماغك بس ايه دبل شكرا سارة مي دينا ليلتك سودة كل دول يقاطي وحشتيني الحمد لله على السلامة الله يسلمك جيتي امتى من السفر؟ لسه جايه النهارده، روحت قعدت مع ابويا شويه وجيت على هنا على طول. يا بنت الايه حته مفاجاه، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتني قوي، بس انت بقى مش هتاخدني بالكلمتين دول، مين اللسته الطويله العريضه اللي انت عملت تقولها دي؟ لا والنبي بلاش نكد، بقول لك انت قاعده معانا ولا اجازه؟ لا قاعده على قلبك. يا بخت قلبك. يا سلام، بس انا بقى مش عايزه اقعد في المكان ده، هتوديني فين النهارده؟ هنروح فين؟ الكافيهات كلها شبه بعض، كلها شيشه وطاوله وناس قرف، ريستورانات ناس خناشير وعواجيز. حتى كلوبز المزيكا فيها بقت عايزه تخلي الواحد يجري منها بس 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 ايه الملل اللي انت فيه ده خلاص يا جماعه جت اللي هتفك علينا كلنا انا بقى النهارده هوديكم كلوب عمركم ما رحتوه في حياتكم يلا يلا جاي لي نوم عملت عملة غريبة